اهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولن تسؤكم. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقه دي. ادم يختبئ من الرب والرب لا يراه ويبحث عنه ويقول ادم اين انت؟ فهل الاله السميع البصير لا يرى ادم؟ بدايه كده اكيد اغلبنا المفروض فاهم ان مش كل سؤال غرضه المعرفه وسببه الجهل. زي ما قلنا قبل كده، فالأسئلة أنواع، منها للاستفهام ومنها للاستنكار. طبعا الله عارف وعالم كل شيء، وعارف آدم عمل إيه ومستخبي ليه، ومفيش حد يقدر يدارى منه في أي مكان. لكن الله كان بيقود آدم عشان يعترف بغلطته، عشان كده آدم فهم السؤال. ولو كان السؤال عن المكان فكان آدم قال أنا ورا الشجرة، لكنه ما قالش كده، قال له أنا مكسوف منك وعريان وعشان كده استخبيت. عشان كده داود يقول له في مزمور 139 وعدد 7، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إذن السؤال مش غرضه معرفة المكان، لكن غرضه يقود آدم للاعتراف بغلطته اللي عملها والتوبة عنها، وده اللي بيعمله ربنا مع كل واحد فينا عشان يتوب. عزيزي المشاهد، فكر في اللي قلناه ومستنينك في الحلقة الجاية. ابعت أي سؤال يخطر على بالك عشان برنامجنا اسمه اسأله ولن تسؤكم.